في قديم الزمان حضر مجنون إلى مجلس إمام المسجد، وكان عنده ضيوف، فأحضر الإمام تمرا وطلب من المجنون أن يقسمه بين الحضور. فقال المجنون لإمام المسجد: أأقسمه كقسمة الناس أم كقسمة الله؟ فقال له الإمام: أقسمه كقسمة الناس. فأخذ المجنون طبق التمر وأعطى كل واحد من الحضور 3 تمرات ووضع بقية الطبق أمام الإمام. عندها قال الإمام: أقسمه كقسمة الله. فجمع المجنون التمر وأعطى الأول 1 تمرة والثاني 1 حفنة والثالث 1 شيء والرابع ملأ حجره. فضحك الحاضرون طويلا. لقد أراد المجنون أن يقول له أن لله حكمة في كل شيء، وإن أجمل ما في الحياة التفاوت. لو أعطي الناس كلهم المال لم يعد ليه قيمة، ولو أعطى كلهم الصحة ما كان للصحة قيمة.